بطل النهاردة هو الفنان صلاح منصور، هنتكلم عنه. هي حياته غريبة جدا على فكرة، وهنعرف تفاصيل كتيرة عنه. هو ممثل مصري واشتهر في الستينيات، واتعرف في الوقت ده بأدوار الشر. الممثل تخرج من معهد التمثيل سنة 1947، وبدأ حياته الفنية على مسرح المدرسة. وأثناء دراسته اشتغل محرر في روزا اليوسف سنة 1940. لا ومش بس كده، تأسس كمان المسرح المدرسي مع زكي موت، وكون مع زمايله دفعة فرقة المسرح الحر سنة 1954. واشترك الفنان صلاح منصور في عدد كبير جدا من المسرحيات، زي الناس اللي تحت، وملك الشحاتين، وبرعي تحت التحسين، وزقاق المداء، ويطالع الشجرة. فكان ليه مسلسلات إذاعية، وده كان سنة 1947 لما مثل سهرات بعنوان شهر في الجنة، وكانت بطولة نعيمة وصفي وزهرة العلا. وما اشتغلش ممثل بس، لا ده كمان أخرج للمسرح عدد كبير جدا من المسرحيات، منها عبد السلام أفندي وبين قلبين، وأخرج للبرنامج الثاني للإذاعة عدد من الروايات المسرحية العالمية، وشارك في عدد كبير جدا من الأعمال الفنية، يعني ممثل ومخرج. أما دلوقتي بقى هنتكلم على الحياة والوجه الطيب والحزين لعمدة الشر صلاح منصور. هنتكلم عن حياته اللي كانت غريبة جدا بكل تفاصيلها. الفنان صلاح منصور كان اتصاب بالسرطان وكان مريض جدا، وقبل ما قال لأسرته لا تبكوا ولا تتألموا، عشت عمري أكره رؤية الدموع في عينيكم، ولا أحب أن أغادركم وأنتم حزنة. وصلاح منصور كان بيحب جدا أسرته، واللي نقلت الكلام ده عنه هي زوجته بعد وفاته، وقالت ان هو كان بيعاني جدا من المرض، وكان بيحب اسرته جدا، وكمان كان الفنان صلاح منصور بيحب الحياة، واتوفى سنة 1979. دي بالنسبة لقصة وفاة الفنان صلاح منصور. اما المعاناة اللي كان بيعانيها فعلا، واللي كان متأثر بيها جدا، وهو كان بيسافر كتير جدا مع ابنه الصغير هشام، اللي كان مصاب بضمور في عضلاته، وكان بيسافر كل سنة معاه للندن علشان يعالجه. وكانت قصة ابن الفنان صلاح منصور دي كانت قصة مؤثرة جدا، لانه تعب معاه كتير جدا في السفر للندن واجراء العمليات لعلاجه. واثناء فترة علاج ابنه ما بقاش معاه فلوس علشان يسفره لندن وكمان يعالجه، لكن طلب من الدولة انها تعالجه على نفقتها، وفعلا الدولة وافقت، ووافقت على علاجه بس لمدة 3 شهور بس. وبعد انتهاء 3 شهور دول كان الرئيس الراحل انور السادات كان في بريطانيا في لندن، وكان هناك التقى بجالية مصرية، وطلب الفنان ان هو يقابل الرئيس، وفعلا قابله وشرح له قصة ابنه، ووافق على انه يعالجه على نفقة الدولة لحد ما يخف. وأصر الفنان صلاح منصور انه يكتب ده بإقرار رسمي تحت ايده علشان يطمن انه هيعالج ابنه. بس للأسف فضل ابنه يتعالج لمدة 10 سنين. رحلة المرض اللي شافها كانت رحلة عذاب، وتوفى ابنه بعد إجراء عملية جراحية في لندن. ودي كانت الصدمة اللي غيرت مسار حياته خالص، ودخلته كمان في صدمة عصبية، وبدأ حياته تتغير وصحته تتدهور، والمرض بقى كمان عنده غير السرطان تليف في الكبد، وكمان خبى ده كله عن كل اللي حواليه ومرضه اللي اكتشفه بعد وفاة ابنه. ودي كانت الصدمة الأولى في حياة الفنان صلاح منصور. أما الصدمة الثانية فكانت استشهاد ابنه. وشارك ابن الفنان صلاح منصور في حرب أكتوبر سنة 1973، وكان أحد أبطال والشهداء في المعركة دي. ولما الفنان صلاح منصور جاله خبر استشهاد ابنه، وزع حلويات على الجيران وكمان اللي كل اللي ماشيين في الشارع. وفي حفل تكريمه أسر الشهداء أعانق الفنان الرئيس الراحل السادات أنور السادات، وبكى في حضنه، وتبرع كمان بالمكافأة والمعاش بتاع الشهيد ابنه لتسليح الجيش المصري.
ولما الناس سمعت انه فرق على روح ابنه حلويات ونزل الشارع وكان مبسوط جدا ابنه الشهيد، طبعا في ناس كتير جدا استغربت موقفه وقالوا ازاي ان هو يعمل كده، بس هو كان فرحان لان ابنه كان شهيد، دي اول حاجة، وتاني حاجة كان عنده حس وطني وده اللي كان مفرحه ان ابنه بقى شهيد. وختم الفنان صلاح منصور مسيرته الفنية بمسلسل اديني على هامش السيرة، وشغل منصب مستشار في إدارة التربية المسرحية بوزارة التربية والتعليم حتى وفاته. أما بالنسبة عن الجوائز اللي حصل عليها الفنان صلاح منصور، فحصل على عدد كبير جدا من الجوائز التقديرية، وأولهم جايزة كانت سنة 1954، وكان أحسن ممثل مصري إذاعي في مسابقة أجرتها إذاعة صوت العرب. وسنة 1963 حصل على جائزة السلمة عن دوره في فيلم لن أعترف، أما جائزة أفضل دور تاني في فيلم الشيطان الصغير. وكمان سنة 1966 حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في عيد الفن. أما عن الجائزة الأخيرة اللي حصل عليها الفنان صلاح منصور، فكانت جائزة الدولة التقديرية من الأكاديمية الفنون سنة 1978 في احتفال بالعيد الفني. ومن أقرب الفنانين لصداقة الفنان صلاح منصور كان الفنان شكري سرحان، وقال عنه كلام كتير جدا، وقال ايه اللي بيحبه وايه اللي ما بيحبوش، وكمان قال مين المقرئ اللي كان بيحبه جدا الفنان صلاح منصور، وقال كمان انه كان بيتميز بانه فنان من الطراز الاول، وقال انه كان بيعشق صوت القارئ الشيخ مصطفى اسماعيل، ولما كان بيسمعه كان بيستمتع جدا بيه وكان معجب جدا بصوته، ولما بيسمعه كان بيقول ايوه كده، ايوه يا شيخ، الله، يا سلام. ويتكلم الفنان شكري سرحان عنه كلام كتير جدا هنبقى نقوله بعدين لما نكمل الفيديو ده الحلقة الجاية. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة اللي كان بطلها الفنان صلاح منصور، ونرجو من حضراتكم لو عجبكم الفيديو ما تنسنيش بلايك للفيديو وكمان اشتراك في القناة ونفعل الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي احنا هننزلها حصري اول باول. وبشكر حضراتكم جزيل الشكر على دعمكم المستمر لينا في القناة، جزاكم الله عنا كل خير. وما تنسوش تكتبولي في الكومنتات كمان تقولولي مين الفنان او الفنانة اللي تحبوا نتكلم عن مسيرته الفنية وكمان حياته الشخصية معانا في الحلقة اللي جاية.